السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن المهدي المنتظر، وعنوان الحلقة السر العظيم المهدي والنجم عندما هوى، الهداية للعالمين والرحمة الكبرى. أحباب الله، أنا بتطلع على هالناس وهالعلماء جزاهم الله كل خير، اجتهدوا، إن أصابوا أجرين وإن أخطأوا أجر. عشانك أحباب الله بتطلع على رؤيتهم للإمام المهدي ولعلامات نهاية الدنيا والعلامات وأشراط الساعة الكبرى. حطوا لك الأشراط الكبرى كلياتها بتتعداش 50-60 سنة، تخ وصير الساعة وبتنتهي الدنيا. طيب، على أقوالهم بيجي المهدي، ثم بيطلع المسيح الدجال، بعدين بيجي عيسى بن مريم بخلص عليه، بحكم المهدي 7 سنين أو 9، بموت بتوفى بصلوا عليه، بعدين بحكم سيدنا عيسى بن مريم بقوله 40 عام، بعدين قال بيجي عليهم نداء أو كذا هاتف بقولهم جاك وقوم يأجوج ومأجوج، ما أحد بقدر يداني يحاربهم، حوط قومك يا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بجبل الطور. بطلع على جبل الطور، بعدين الله سبحانه وتعالى بدأ يجيب طيور تخلص على يأجوج ومأجوج، بعدين تنتني الأرض، بعدين تيجي سيل أو شتاء بتحمل أجسادهم، ثم يتوفى سيدنا عيسى بن مريم، ثم بتيجي ريح بتأخذ أرواح كل واحد في قلبه ضرر من الإيمان، ثم بيبقى شرار الناس وهو بتقام الساعة. يعني كل الأحداث على بعضها خلينا نقول 100 سنة. طب يعني من قصة، يعني من الله ما خلق آدم في الجنة ونزلوا على الأرض حتى يوم القيامة، وين العدل؟ وين عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته اللي قال وما خلقت الجن والإنس ليعبدون؟ مش منطقي، يعني القول اللي بيحكوه مش منطقي. عشان هيك أحباب الله، أحداث الساعة ويستعجلونك بالعذاب وأن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. 1000 سنة أحداث الساعة الكبرى، ويستعجلونك بالعذاب. العذاب ببلش في علامات الساعة الكبرى، أكبر فتنة فتنة المسيح الدجال. عشان هيك مش 60 سنة ولا 100 سنة بتخلص الأحداث، لا، مئات السنوات مشان تمنع الأحداث الساعة الكبرى. عشان يا أخي، الناس كثير بقول لك إيه، لا، كلها بتلحق ورا بعض ورا بعض، مزبوط هي ورا بعض بس في مدة زمنية. عشان يا أخي أحباب الله، بزمن سيدنا موسى عليه السلام قال رب العالمين لموسى وكلمه إن الساعة آتية أكاد أخفيها، هذا زمن سيدنا موسى. ولما اجى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزلت القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا عند الله ولا ايش، بس عندنا احنا مدي. عشان هيك بدك بدنا نشوف عظمة رب العالمين. الظلم من يومة آدم ما نزل على الأرض إلى يومنا الحالي دائما في حروب وفتن ومجاعات وظلم. أعطوني عصر واحد الكرة الأرضية كلها كانت في أمان وكان فيها الدين شامل وما في عذاب، ما في فئات، مناطق محدودة، مدة زمنية بسيطة. يعني مثلا بالتاريخ الإسلامي في عنا عهد أو عهدين، عهد سيدنا عمر بن الخطاب كان فيه الفتوحات الإسلامية، أرض العرب كانت صغيرة بس يعني في الجزيرة العربية، ثم امتدت بلاد فارس وبلاد الشام. توفى سيدنا عمر بس ما كان العدل إلا في الجزيرة العربية، ما كان العدل في كل الأقطار هاي اللي فتحت، لأنه توفى سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. بعدين إجا سيدنا عثمان عليه السلام، تعرف صارت الفتنة واستشهد سيدنا عثمان، ثم إجا سيدنا علي بن أبي طالب، تعرف صارت الفتنة وصارت إيش المشاكل بينه وبين معاوية وعلى قتل عثمان، بدهم ثاروا عثمان وهو بقى أجل سيدنا علي، يعني صارت فتنة. بعدين
كيف انه ايش تحكموا في القرآن واخذ معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه الخلافة منعه. ثم اجى الحكم الاموي. خلال الحكم الاموي في حوالي اقل من 3 سنوات عمر بن عبد العزيز. يعني قديش سنة سيدنا عمر في الجزيرة العربية؟ وقديش سيدنا عمر بن عبد العزيز في المنطقة اللي كان ماسكها اقل من تقريبا 3 سنوات؟ لعاهدنا اليوم وين العدل؟ بنسمع احنا بالتاريخ قصة ومعتصماه وهارون الرشيد وكذا وكذا، بس ما في عدل مطلق في الأرض. لازم يصير عدل، لازم الحق ينتصر على الباطل. ليش رب العالمين يقول قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم؟ طب وين؟ طب ما صارتش. بقول لك على زمن المهدي بيجي، شو 7 سنوات؟ قديش عايشين احنا؟ عشرات الالاف من السنوات، و7 سنوات بس حكم، و40 سنة حكم سيدنا، يعني 47 سنة تقريبا الارض بتكون بخير. يعني بقول هاي قدرة الله سبحانه وتعالى، زي المسلسلات العربية اللي دائما 30 حلقة، من اول الحلقة من اول حلقة لاخر حلقة قبل 5 دقائق والظلم موجود، واخر 5 دقائق قال بيجي العدل وبنتهي المسلسل. لا يا عمي، احنا بناش مسلسلات زي هيك، احنا بدنا القران، منطق القران ودين القران، الاكرمات الله سبحانه وتعالى شو تحكي لنا. عشان يا احباب الله بدي اقول لكم دلائل من القران الكريم انه اللي بحكوه هذول العلماء بالصحيح. لا، رايح تكون مرحله زمنيه. حتى عند النصرانيه بقول لك الألف سنة الاخيره بألف سنه سلام في الارض. لانه ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. معقول بنقعد 1000 سنة ويستعجلونك بالعذاب؟ بيستعجلوا مين؟ الخطاب بيستعجلونك بالعذاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقولوا مين بيستعجل؟ كفار، ونزل علينا العذاب. بقول لك وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. يعني معنى هاي الايه انه يستعجلونك بالعذاب، يعني عذاب 1000 سنة بتصير على الارض؟ لا، ويستعجلونك بالعذاب، الكفار بيستعجلوا بالعذاب. رايحين تعذبوا الكفار 1000 سنة ويستعجلونك بالعذاب، وأن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. شو معناتها؟ الكفار بيستعجلوك في العذاب، وراح يجيهم يوم العذاب 1000 سنة. 1000 سنة الكفار راح يكونوا تحت الكنادر معذبين، مش المؤمنين، لأن الخطاب الكفار بخافوا ويستعجلونك بالعذاب. بيستعجلوا مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا يوم العذاب، اليوم الأخير في الدنيا. رايح يكون عذاب على الكافرين، عشان كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. فهمتوا علي يا أحباب الله؟ ما يجي واحد يقول لي أنت بتطلع من عندك، لا، كله قرآن. عشان هيك بجيب لكم دلائل كمان من القرآن الكريم، مشان تتفائلوا خيرا. والله اللي بصير في الأرض كله هذا مش تخطيط أمريكا وإسرائيل، هاي الربيع العربي والدم اللي بنزل على بصير في البلاد الاسلاميه والظلم اللي بصير، انه هاي بشطاره الغرب وابليس وغيره وغيره. لا والله يا احباب الله، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. طب هاي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، صح؟ بيجي الزمن على الكفار بتمنوا يكونوا مسلمين من كثر عزه المسلمين. وجبت لكم آيات دلائل، من يرتد منكم فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا اليوم إلى لما يجي بقيادة المهدي عليه السلام وبدعم من سيدنا عيسى بن مريم للمهدي عليه السلام، النصرانية واليهودية انفكوا والشعب المشركين بظل بس المؤمنين في الأرض. عشان هيك بصير الحكم لله رب العالمين في الأرض، تفرح به أهل الأرض وأهل السماء. وكما قال رسول صلى الله عليه وسلم على زمن المهدي لن يأتي زمن مثله، لا من قبل ولا من بعد، يفرح به أهل الأرض وأهل السماء. إذن يا أحباب الله تفائلوا بالخير. في ناس بيقولوا يا أخي بتحكي صار لك 4 سنين. أنا بحكي من سنة 92 بعد حرب الخليج، وأسأل كل واحد بيعرفني بقول لهم الفرج قريب، 2018 نهاية قرن الشيطان، 100 سنة الشيطان بيكون مسيطر على الناس، بس هاي إرادة رب العالمين.
لما سيدنا عيسى بن مريم أحيا الموتى بإذنه ورب العالمين بده يملأ جهنم يوم يقول لما جهنم أنا ابتلأتي وتقول من هل من مزيد. ولما هذا وقال الحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن اتبعك منهم أجمعين. لازم تتعبى جهنم عشان يخفي 100 سنة لما عدد سكان الأرض كان حوالي 2.3-3.8 مليون تقريبا. هذول كلهم أكثرتهم أهل النار فبتتعبى جهنم رب العالمين راح يعبيها. وبقول لك يا أمه يقول لجهنم هل امتلأتي؟ هي امتلأت بس بتقول هل المزيد؟ يمتى بيجي المزيد هذا؟ بعد 1000 سنة اللي بحكم فيها الدين ويظهر الله الدين على الدين كله وبنفك المشركين وأهل الكتاب لما يجيهم رسول البينة اللي هو المهدي قلت لكم عليه. بعدين بتقوم عليهم الساعة بتقوم على شرار خلق الله هذول هم المزيد اللي راح رب العالمين يحطهم في جهنم لأنه وعد جهنم لأنه جهنم. فلما قال جهنم هل امتلأتي؟ فقالت هل من مزيد. عشان هيك احباب الله صدقوني انا بحكي بالعلم علم وهدى وكتاب المنير قدامي هي القران الكريم دارسه 26 سنه وما تخصصت الا اكثر تخصصي كله في القران بس هو الحق عندي هو الصدق بجيب التاريخ عليه ما باخذ احداث التاريخ وبقول التاريخ والله في التاريخ كذا كذا بقول لا التاريخ انا عندي باطل لانه التاريخ بحط الواحد حسب الدولة المسيطرة. هسا تعالوا مثلا على بلاد الأردن والثورة العربية الكبرى بنحتفل فيها. في ناس بقول لك الثورة الخيانية. في ناس بيحتفلوا بالثورة العربية الكبرى في بلاد الأردن مثلا أو البلاد اللي كانت تحت حكم الشريف الحسين بن علي. وفي بلاد بقول عنها خيانة. إنها خارج الدولة العثمانية. قلت عليه احباب الله كل بلد بتسوي التاريخ على مزاجها. شوف التاريخ في كل عدة تاريخ شو سووا بهتلر حطوا انه عنده شذوذ جنسي. ليش؟ لانه اللي فازت امريكا. هسا اليهود صاروا يحطوا تاريخ زي ما بدهم. اذا التاريخ ممكن يتزور بس كيف تجيب التاريخ الحقيقي؟ من القران. الجغرافيا من القران. الطب من القران. كل شيء هو القران موجود فيه. ما باجي باخذ والله العلم اكتشف شيء هي تصديقه القران. لا القران اصدق من كل العلم. انا عندي كتاب واحد هو الحق. هذا الكتاب كلمات الله هو اللي خلقنا وبيعلم عنا اكثر من انفسنا. عشان هيك شوفوا الدلائل والبراهين من القران الكريم. سوره النجم 1 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى. طب والنجم إذا هوى نزلت الآية عزنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والنجم إذا هوى في نجم بده يهوى يسقط ما حصلت من قد ايش صار لنا 1400 ونيف من السنوات فهمتوا علي بحمد الله. إذن والنجم إذا هوى لم تتم لازم يسقط النجم ورب العالمين أقسم والنجم إذا هوى. هسا سورة النحل 16 قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. شو معناتها والنجم إذا هوى؟ شوف العلاقة ربطهم ببعض. وعلامات وبالنجم هم يهتدون يعني هداية الكرة الأرضية عندما النجم إذا هوى رايح يهتدي إيش كل البشرية في الأرض. عشان هيك شو دليل الكلام اللي حكيته بسورة الشعراء قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طا سين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. خاضعين لإيش؟ لأمر الله. سمعنا وأطعنا لرب العالمين. لما يسقط النجم هذا والنجم إذا هوى هون نزل الله عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. شو معناتها؟ وبالنجم هم يهتدون. أحباب الله أنا بحكي بعلم وأنا عارف في ناس بقول لك أنت بتستعمل الآيات على مزاجك. ما في
أعطوني في أي حكم في الدين إنه لا يجوز أن أستشهد بالآيات. لما قلت لكم أنا بحكي عن موضوع الجهاد بجيب كل آيات الجهاد، لما أحكي عن المحسنين بجيب كل آيات المحسنين. طب أنا قاعد بحكي عن النجم والهداية، لأنه وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طب والنجم إذا وما في علاقة بين الثنتين، طب النجم وين؟ مش آية من آيات الله؟ النشأ ننزل عليهم من السماء، من السماء ننزل تنزيل، والنجم إذا هوى آية فظلت عنكم لها خاضعين. عشان هيك أحباب الله شوفوا الآيات هاي. سورة الشورى 52 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. طب هذا مين هو كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا؟ أحباب بالله شوفوا هون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زدنا للكافرين ما كانوا يعملوا. طيب المهدي أو من كان ميتا، ما هسع المؤمن والكافر أو المؤمن والجاهل والضال ميت وحي، الحي هو المؤمن. عشان هيك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والذين جاهدوا فينا إيش دقيقة بديش تخبص القرآن أحباب الله لأنه الموضوع صار شبك عليه وطلع فتحت لموضوع جديد. سورة النحل 97 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحي من هو؟ المؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن ومن أعرض عن ذكري فأنا له معيشة ضنكا، إذن ميت زي معيشة الأسعى. من بعيش؟ إحنا بنأكل مشان نعيش ولا نعيش مشان نأكل؟ فكروا معي أحباب الله. إذن الكافر يعيش عيشه، أما المؤمن يحيا. عشان هيك لما قال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وتجنبه الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ما في موت ولا حياة فيها، بعيش بعيش فيها زي ما بعيش البهائم، لأنه ما هو حي مش مؤمن ولا هو ميت زي البهائم اللي يقول يوم يقول كفر يا ليتني كنت ترابا. عشان هيك أحباب الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكنه جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شوفوا العلاقة بين الآيتين لحالكم تفهموا إنه المهدي كان ميت مش ميت تحت التراب، ميت في الدنيا، ما هو بالمؤمنين، ما كان يعرف الإيمان. عشان شو قال له؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، النور يمشي به في الناس. وشوفوا أحباب الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لأنه كان ميت ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنا خلت هذه الصراط المستقيم. عشان هيك بسورة الرعد 31 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لو شاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. عشان هيك حتى يأتي وعد الله، شو معنى حتى يأتي وعد الله؟ لما وعد
فإذا جاء وعد، جاء وعد الآخرة لبني إسرائيل ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عنوا تتبيرا. يعني كل هالآيات مترابطات أنه في حدث عظيم راح يصير في بداية هذا اليوم. استعجلونك بالعذاب للكفار، هذا اليوم راح يكون عز للمؤمنين ونصر، وليحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إذن يا أحباب بالله، أفلم يأس الذين آمنوا أن لو شاء الله لهدى الناس جميعا، والله لهدي الناس جميعا عندما يأتي هذا اليوم. ما بضل على وجه الأرض إلا وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طب وقضى ربك القادر، قلت لكم إياها بعدة حلقات، لما نجي نقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، شو معنى قضى ربك؟ يعني الله قضى أمر وما قضى الله مش راح يتم؟ ما تمش لحد الآن، من يوم طوال الله خلق الآدم لليوم. وين اللي قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ وين ما بقول لك هاي خيارية؟ لا مش قضاء الله لابد أن يحدث. عشان هيك سورة البقرة 117 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لابد أن يحدث، بس إحنا ما عندنا الحكمة والفهم نعرف الآية هاي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إن أمر الله لا يرد لابد أن يحصل. بس قضاء الله ممكن يأخذ 1000 سنة 10,000 100,000 سنة، المهم لازم يحدث. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا، هسا القاضي قضى الأمر رب العالمين، قضى أن لا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما صارت. واحد قتل قضى القاضي عليه بالإعدام، بس ما أعطى الوقت بتنفيذ الإعدام، بستنوا بنقل أوراقه لمين؟ المفتي العام، مشان إيش؟ يحدد يوم لتنفيذ قضاء القاضي إنه هذا يستحق الإعدام بدون يعدمه، بس ما حدد اليوم. إذا القاضي قضى بس ما حدد اليوم في القضاء، بس هو بيعرف إمتى. عشان هيك لما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولدين إحسانا وإذا قضى أمرا فإنما يقول يكون فيقول، لابد أن يحدث. وهذا اليوم هو يوم الألفية اللي راح يصير في الأرض، 1000 سنة الناس راح تعيش بعز وكرامة كما حصل مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تعرفوا من زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الإسلام بخير، صحيح فيه مشاكل وفتن وكذا، بس قل الإسلام قل الإسلام قل الإسلام حتى وصلت الحالة اللي احنا فيها. نفس الشغلة بتجي المهدي، بده يكون أحسن زمن زمن المهدي سيدنا عيسى عليه السلام، بعدين بخف شوي بخف شوي مع جيل وجيل، بنقص بنقص حتى يرجع الناس بيعرفوا الدين الإسلامي أسوأ من حالتنا. عشان يتشرق الشمس على قرن شيطان وتغرب على قرن شيطان. شو معنى؟ في ناس بقول لك قرن القرون، هذول عقلهم صغير. تغرب الشمس على قرن شيطان، تشرق الشمس يعني قرن الشيطان. شو معنى قرن الشيطان؟ الظلم والكفر والفساد والشدود والإجرام وسفك الدماء. قرن 100 سنة الشيطان يكون هو المسيطر على الأرض بس بحكمة رب العالمين، ثم تظهر الشمس اللي هو المهدي وعيسى بن مريم والنور والهدي. عشان قال تظهر الشمس على قرن شيطان ثم تغرب. إذا لازم الكرة الأرضية كاملة، ما في مكان اللي تصل الرسالة مشان يتم الأمر. عشان هيك شفت بالقرن 20 كيف الدنيا تعرفت على بعض، والتكنولوجيا بالقرن 21 صار الواحد كأن الأرض خبر صغير يصير في أمريكا كل الأرض تعرف عنه، في زيمبابوي في موزمبيق في بلاد ما حدا بعرف اسمها رايح كل العالم يعرفوا عنها. هون تشرق الشمس ظهور المهدي، ثم تغرب الشمس على قرن شيطان. يعني الشمس تغرب بروح النور بروح الضوء، بظل الظلمات على قرن شيطان 100 سنة يحكم الشيطان نفس الشغلة، بس حكمه الثاني إرادة برضو إرادة بإذن رب العالمين على شرار خلق الله. هون بيجي بيأجوج ومأجوج وبقوم الساعة. اللي مصدقني صدق لي، واللي ما صدقني حر. اللهم إني قد بلغت. أنا من القرآن الكريم
واللي عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى وبصدق الكتاب والله بيعرف أنه قولي حق. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.